انضم الي عبر الهواء مباشره مراسل ليبيا الحدث من بنغازي محمد المجبري. اهلا وسهلا بك محمد في نشره الاخبار، اطلعني عن اخر التطورات لديك. نعم مصباح، مساء الخير عليك وعلى كافه المشاهدين. مصباح، دعنا في البدايه نتحدث عن اخر الاخبار المحليه في مدينه بنغازي. فقد عقد عميد بلديه بنغازي المهندس صقر جواري عده اجتماعات في صباح هذا اليوم، مفادها بالاسراع في حلحله المختنقات في المناطق، مناطق طوق بنغازي التي بدوره اكد على ان هذه المناطق يجب ان تعود اليها حاجيات المواطن البسيطه ومتطلباتها مثل مياه الشرب وايضا الكهرباء وايضا المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية. هذا الاجتماع جاء بعد عدة اجتماعات مكثفة من السيد رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الذني الذي شدد على ضرورة الإسراع في حلحلة هذه المختنقات لبلدية بنغازي والمجالس الأحياء لطوق مدينة بنغازي. هذه الأخبار وجملة من الأخبار ستكون لنا فيها حديث مفصل، ولكن دعني أشير إلى خبر عاجل مصباح، وهو بأن لأول مرة في مدينة بنغازي وفي ميناء بنغازي تحديدا، وهذا تصريح خصت به قناتنا، لأول مرة يوم الجمعة القادم سيكون هنالك وصول لناقلة شركة هونداي على الخط العالمي لأول مرة في ليبيا وفي تحديدا في بنغازي. ستكون هذه الناقلة على ميناء بنغازي يوم الجمعة محملة بأكثر من 600 سيارة نوع هونداي، هذه الشركة المعروفة دوليا وهذا الخط المعروف دوليا، والذي سيبتدئ من يوم الجمعة القادم في محفل كبير سيقام في ميناء بنغازي لاستقبال هذه الناقلة وهذه الفرحة العارمة التي حدثني عنها الناطق باسم ميناء بنغازي. بالعودة إلى اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني وآخر التطورات في ملف الكهرباء والطاقة المتجددة وأيضا مشاريع في مدينة بنغازي، ينضم إلي الناطق باسم الحكومة الليبية سيد عز الدين الفالح للحديث أكثر عن هذه الاجتماعات والمشاريع المتعلقة بمدينة بنغازي. سيد عز الدين، بداية نرحب بك عبر شاشة ليبيا الحدث. أهلا وسهلا بك محمد والمشاهدية قناة ليبيا الحدث. دعنا سيد عز الدين بداية نتحدث عن الاجتماع الطارئ الذي عقده السيد رئيس الوزراء بشأن البلديات والإسراع في إنشاء هذه المشاريع التي أصبحت عبء المواطن في هذه الأيام. نعم، هو طبعا بتعليمات مباشرة وتنفيذا لتعليمات دولة رئيس الوزراء بالانفتاح على جميع الشرائح، اليوم كان في اجتماع لرؤساء المجالس المحلية لغرب شريط الساحل لغرب مدينة بنغازي، حوالي 14 شخصية حضرت اليوم مع دولة رئيس الوزراء بالإضافة إلى الدكتور عادل الزايدي وزير الحكم المحلي وأيضا عميد بلدية بنغازي الأستاذ أو المهندس صقر بوجواري. الحديث كان في الحقيقة على أهم المشاكل والصعوبات التي تعاني هذه المجالس المحلية، بالإضافة إلى كانت أو هناك بعض المشاريع تم التعاقد عليها وللأسف توقفت، تم مناقشة لماذا توقفت، ما هي أسباب توقفها، وما هي الآلية في استحداث أو تنفيذ سريع لهذه المشاريع. طرحت المواضيع على بساط أحمدي أمام دولة رئيس الوزراء، أعطى تعليمات رئيس الوزراء لوزارة الحكم المحلي أو حتى لعميد بلدية بنغازي وكل الأجهزة اللي ممكن أن تقدم خدمات للمواطن سواء القطاع الصحي أو التعليم أو البنية التحتية أو التنمية المكانية بمباشرة العمل على قدم وساق وتوفير ما يمكن توفيره من إمكانيات لتخفيف الضغط على المواطن. نعلم محمد أن المواطن في ليبيا يعاني خلال هذه الفترة الجافة إن صح التعبير، ومحتاج المواطن في المقابل الى خدمات، لكن في الطرف الاخر هناك حكومه ليبيه تعاني من قله امكانيات، تعاني من قله موارد ماليه يمكن من خلالها ان تنفذ الخطط الاستراتيجيه التنمويه والتدريبيه والتعليميه. لذلك لو اشرنا فقط الى سنه 2020 كان من المخطط ضمن استراتيجيه الحكومه الليبيه ان تكون سنه تدريب لكل الشرائح في ليبيا لكل الجهات الدوله، ولكن للاسف ان لهذه اللحظة لم تستلم الحكومة الليبية ميزانية 2020 وتعمل فقط بما تم صرفه لهذه الحكومة في 2019. بالعودة إلى الاجتماع، الاجتماع كان مثل ما ذكرت لك كان فيه الصراحة مطلقة سواء كان من دولة رئيس الوزراء سواء كان من وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي أو حتى من السيد صقر بوجواري، أيضا من 14 رئيس للمجالس المحلية تحدثوا فيها بكل صراحة، وكان حقيقة هذا اللقاء من أفضل اللقاءات اللي حضرت على الأقل شخصيا، كان فيها نوع من التفاهم بين الطرفين، نوع
من إيجاد حلول يمكن من خلالها العمل على أرض الواقع وتخفيف المعاناة على المواطن وتقديم ما يمكن تقديمه من قبل الحكومة الليبية طبعا. طيب سيد عز الدين، يعني رفعا لصوت المواطن، ما نحن إلا وسيلة لنقل صوت المواطن لحضراتكم، يعني المواطن أصبح الآن ينتظر في بصيص أمل في أزمة الكهرباء. هناك اجتماع آخر لرئيس مجلس الوزراء مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة، وشفنا تصريحات يعني ربما قاسية بأن لا نريد مسكنات للمواطن من رئيس الوزراء. يعني شو صار في الاجتماع ولوين وصلنا؟ نعم، الاجتماع طبعا ضم كل من له علاقة، لأن الشخصيات كثيرة وإن كنا سنتحدث عنها حتاخذ وقت من حضرتك ومن وقت المشاهدين، ولكن بوجود رئيس دولة الوزراء، شركة الكهرباء، شركة البريقة، شركة خليج سيرت، شركة البريقة وخليج سيرت وغيرها من الشركات اللي لها علاقة بالطاقة وتوليد الكهرباء وأيضا لها علاقة بالوقود. أيضا هناك الإدارات من شركة الكهرباء والطاقة المتجددة، شركة الكهرباء والإدارات الثانية طبعا. هذا اللقاء محمد في الحقيقة أيضا أصفه بأن لقاء جدي ودي، صراحة كاملة كانت فيه، صراحة مطلقة سواء كان من دولة رئيس الوزراء أو حتى من المهندس. طيب محمد، نعم، لأنك أنت في مرحلة تحتاج إلا للصراحة ولا تحتاج إلى المراوغة. محمد دهمنا الوقت الآن في ليبيا، الآن أصبح يعي تماما، وسائل التواصل الاجتماعي توضح كل الصورة بشكل كامل. خلال هذا الاجتماع تم التطرق على الحديث في موضوع الكهرباء. أنا فقط حابب الآن أبشر المشاهد الكريم أن محطة شمال بنغازي دخلت الآن رسميا في العمل، محطة السرير دخلت في العمل، محطة الكفر أيضا دخلت في العمل، وأصبحت هذه الثلاث محطات تعمل بشكل حقيقي الآن. نتوقع بالنسبة لموضوع الكهرباء من 4 إلى 6 ساعات، كحد أعلى 7 ساعات. فقط نشير إلى نقطة أيضا مهمة، أن ضخ الوقود المنطقة الشرقية تحتاج إلى 7 ناقلات وقود إلى المنطقة الشرقية، فقط ما يصل منها إلا ناقلتين، واحدة في بداية الشهر، الثانية في نهاية الشهر. عزيز حتى لا يدهمنا الوقت، وأيضا هو دهمنا الوقت. سؤال أخير فقط. محمد هو دهمنا الوقت. نعم مصباح، هنالك سؤال مفصلي. نعم ياريت في أقل من دقيقة لو سمحت لي. نعم هنالك سؤال مفصلي فقط، الشارع يتساءل عن أن رئيس الحكومة الليبية والعديد من الوزارات هنالك مبالغ جدا كبيرة صرفت في جائحة كورونا، أعتقد أن هنالك باب تحقيق فتح لهذه المبالغ. نعم، تم تشكيل لجنة لمتابعة ما تم التعاقد عليه من قبل دولة رئيس الوزراء مع لجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا. كل العقود وكل اللي تمت الاتفاق بها في توريد المعدات والأدوية الخاصة بجائحة كورونا الآن يتم مراجعتها. أريد التنويه فقط إلى جزئية مهمة، أن ما تم الاتفاق عليه كان في وقت أن العالم مقفل كله، لا يمكن أنك تورد ولا يمكن أنك تصدر، حتى العالم الدول اللي تمتلك تصنيع أوقفت لأن جائحة كورونا اجتاحت. الآن تتحدث على مرحلة ثانية لجائحة كورونا في أوروبا، سنرى في القريب يعني تحديد مسؤوليات لهذه المبالغ. بدأت فعليا اللجنة. إذن شكرا جزيلا لك. ظهرت العديد من النقاط. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جزيلا محمد المجبري مراسل ليبيا الحدث، كنت معي عبر الهواء مباشرة رفقة ضيفك من بنغازي.